نشكره، وعايز اشكر حضرتك يا دكتور خالد، وناخد بقى من حضرتك كلمه. دكتور خالد الجوادي قائم ومترجم النادي الاهلي واللي قام بدور كبير جدا. دكتور خالد، اكيد بتبدا مشوارك ايضا مع النادي الاهلي ببطوله، اعتقد ده امر مهم جدا. طبعا سعيد جدا جدا، الناس كلها متهيألي اللي متابعه عارفه ان انا اصلا من الدرجه الثالثه، انا جمهور اهلي من وانا عندي 5 سنين، انا في الاستاد ما فوتتش ماتش للاهلي من التسعينات لغايه سنه 2005 لما سبت مصر ورحت المانيا، ما فيش ماتش للاهلي في استاد القاهره ما فوتوش. فبالنسبه لي طبعا فرحان جدا، اول بطوله مع النادي الاهلي ولسه قدامنا بطولات كتير ان شاء الله نكسب.